وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، يقول الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. مشهد أو آية تقدم تاريخ نوع من البشر يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس عدوانا وظلما. هذا مشهد أو أن السورة ترسم تاريخهم. ولكي نسترسل بعدها، ما قصة تعز مع شهر إبريل؟ ما قصتها؟ 4/4/2011 يوم الاثنين الدامي، 4/4/2015 يوم عدوان المشروع الظلامي والسلالي باعتقال الأستاذ محمد قحطان، 7 أبريل كما تلاحظون استشهاد مروان الشميري، 2/4/2015 تفجير الحوثة أو المشروع الانقلابي للحرب في تعز بعد غزوهم لها في 20 مارس، 30 مارس إلى 2 أبريل 2018 اغتيال أو الاستهداف بالاغتيال للأستاذين عمر دوكم رحمه الله ورفيق الأكحلي رحمه الله. ما قصة تعز مع هذا الشهر؟ نمضي في هذه الأحداث. هذه الأحداث ليست لأشخاص، ولن نحجزها أو نحصرها في أحداث أو أفراد، وإنما لنكشف منهج نوع من البشر ولنعري مسار ونهج وقيم والقيم الدنيئة لبعض هؤلاء الناس. ليس الحديث كما قلت لنشخصنه في أفراد أو لانتقاء أحداث، لكنها مجرد إشارات ومجرد عناوين سريعة لفعل نوعية وأصناف من البشر يعيشون على مص الدماء وسفك الدماء الحرام. والله عز وجل يقول: إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولأن الله أمرنا بالتدبر فلنقف أمام هذه الآية متأملين ولننظر إلى ما طرحته من صور ومشاهد. إنه من أحيا من قتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا. غص وراء هذه المعاني، سر أمام هذا العمق في هذه الدلالة من المعاني.
قتل نفساً واحدة فكأنما قتل الناس جميعاً، نفساً واحدة. ثم تنظر في الطرف الآخر، عدد لا يحصي، كم من الناس لا يحصيه عد ولا يحتويه أو يستوعبه بصر، لأن هذا المجرم قتل نفساً واحدة لكنه كأنما قتل كل تلك الآماد والآباد التي تحتوي هؤلاء البشر، ليشنع وليبين الله عز وجل مدى هذا الجرم ومدى فظاعته وبشاعته وشناعته. من قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعاً، لكن في المقابل هناك رجال نور وهناك نفسيات تسمو بشفافية وروحانية وربانية وفضيلة وبر وصلاح وتقوى. ومن أحياها، من أحيا نفساً واحدة فكأنما أحيا الناس جميعاً، صورتان متقابلتان لمشروعين، مشروع تدمير وقتل وتدمير وهلاك وخزي، كما يمثله الحوثي في مشروعه الظلامي، أو كما مثله مشروع الفساد الذي يختصر بمشروع التوريث والذي أسقطته ثورة 11 فبراير بجهود من أراد أن يحيي المشاريع الحضارية وأن يقدم للناس الحياة المثلى. وفي المقابل ذلك المشروع التدميري الذي يهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فيا لها من فاعلية للذي يحيي وينشر الخير والفضل والفضيلة، يا لها من فعالية في الفرد، ويا لها من فاعلية في المجموع، ويا لها من فاعلية في المنهج السوي. إنها التقوى وإنه الزهد، وإنه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي المقابل ذلك المشروع الظلامي المخزي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل امرئ مسلم لكبهم الله في النار. لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل امرئ مسلم لكبهم الله في النار. وعن أبي عبيدة بن عامر بن الجراح رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الشهداء أكرم على الله؟ قال: رجل قام إلى أمير جائر فأمره بمعروف ونهاه عن منكر فقتله. قلت أو قيل: فأي الناس أشد عذابا؟ قال: رجل قتل نبيا أو قتل رجلا أمره بمعروف ونهاه عن منكر. ثم قرأ: ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم بعذاب أليم. إنما شرع القتال للجهاد وإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله ولمواجهة بغي أو عدوان وظلم. أما أولئك الذين يستبيحون الدم الحرام فإنهم في هلاك، كما بيّن الله عز وجل: كأنما قتل الناس جميعا. إن البغاة والطغاة
والطغاة والمستبدون يخشون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فإلى ما يلجؤون؟ إلى ما يلجأ المستبد والغاشم والظالم والطاغية؟ يلجأ إلى السجون أو إلى تصفية جسدية؟ موسى عليه السلام في حواره في صدر سورة الشعراء مع فرعون لما أعيته الحجج وموسى يأتيه بالأدلة والبراهين، قال ما يقوله كل طاغية في كل عصر، لا تنفع معهم الحجج، أو لا يملكون الحجة بالحجة، فيلجؤون إلى البطش والتنكيل. تلك طبيعة الطغاة، أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون، تلك طبيعتهم. قال بعد أن أعيته الحجج: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وغيره من الطغاة وهو كذلك، لما يقف وجها لوجه ولم تعد السجون تغنيه يذهب إلى التصفية الجسدية. يدخل محمد قحطان، فك الله أسره وكل المختطفين والأسرى والمعتقلين، يدخل عامه الرابع، ويمضي معه عشرات من أرباب الكلمة، دعاة، خطباء، صحفيين، وصحفيون يدخلون معه، ومئات بل آلاف ممن وقفوا مجاهرين أو مجاهدين للمشروع الظلامي للحوثي والانقلابيين. في العادة تبنى السجون للمجرمين، لكن الطغاة والمستبدين يبنوها للمؤمنين. المشروع السلالي اليوم الذي يحتجز محمد قحطان أو غيره من عشرات أو من الآلاف المؤلفة في السجون، هذا المشروع الظلامي يقدم نفسه للناس أجمعين، وهو يستدعي، هذا المشروع الظلامي يستدعي موروثه التاريخي من أيام حميد بيت حميد الدين ومن قبلهم من أئمة الضلال والجور والاستبداد، ولكن يستدعون تلك الصور بصورة أبشع وبشكل أفظع وبجرم أكبر. والناس كما كانوا في عهدهم، والناس بين مكبل في رجله قيد وفي فمه البليغ لجام، هذا دأبهم وهذا شأنهم. لكن هل بمقدور هذه المشاريع الظلامية، مشاريع التدمير، سواء صفوا رجال الكلمة بالقتل المباشر أو بإدخالهم السجون، هل بمقدورهم أن يحبسوا النور؟ هل بمقدور طغاة العالم أن يحبسوا النور في بوتقة؟ أن يحبسوا الحرية في قالب ويرمونه في زنزانة؟ كلا، إن الحرية لا تسجن، وإن النور لا يحبس، وإن إرادة الشعوب هي الحرية وهي النور، وهي التي ستحطم الأغلال والسدود والسجون. إن القيادات الشعبية والزعامات الميدانية هي التي تمثل اليوم علامات، وبالنجم هم يهتدون، هم أهل التأثير وصناع الرأي وصناع الحياة. هذه الزعامات الشعبية لا تحتاج إلى قرارات، لكنها تنشأ من الميدان بفضل الله ثم بكم، لأن القيادات الشعبية والزعامات الميدانية إنما تنهض من خلال مجموع بطل
ومن خلال مجتمع بطل، فتقدم أرقامها الصحيحة للميدان. تغزو الأمراض الأجسام، تغزو الأمراض الجسم إذا ضعفت مناعته، إذا ضعفت مناعته وحصون المجتمع ومناعته هم أهل التأثير فيه، سواء كانوا من العلماء أو المفكرين أو الخطباء أو الدعاة أو الإعلاميين أو السياسيين أو المدنيين أو العسكريين أو الرجال أو النساء أو الشباب. هؤلاء الذين برزوا يحملون راية العمل والحق والإنصاف والثبات هم حصون هذا المجتمع، هم حصون المجتمع، وهم المناعة الذي تدرأ عن المجتمع الغزو أو الأمراض. وبالتالي فلا بد من الوقوف معهم. إن هذه الزعامات مثلما أنها تمثل علامات وبالنجم هم يهتدون، كذلك يقودون الاستعصاء والمناعة للمجتمع ضد كل طاغية وضد كل من يريد أن يمس كرامة الأمة في دينها أو هويتها أو كرامتها أو حقوقها. إن استهداف القامات العلمية والفكرية والسياسية والإرشادية قتلاً أو سجناً ما هو إلا استهداف مباشر للمجتمع، لأنها تمثل التحصينات الدفاعية للمجتمع. لقد كانت جنازة الشهيد عمر دوكم كانت ذات رسالة قوية، رسالة شعبية، لأن الزعامات التي تمثل حصانات للفكر وللمجتمع إنما يحصنها مجتمع قوي ومجتمع أبي ومجتمع يمتلك إرادة. وقد كان يوم الجنازة كان المجتمع يعبر عن نفسه طوعاً لا كرهاً، خرج بإرادة يقول أن لهذه الزعامات، عمر أو غيره، هذه الزعامات الشعبية حصانة للمجتمع، والمجتمع في حد ذاته حصانة لهذه الحصانات ولهذه الزعامات ولحاضر المجتمع ولغده ومستقبله ولحاضره وقادمه، ولأنه المجتمع الذي سيصنع فجراً جديداً بفضل الله وبمنهج الله وبإرادة الشعوب، لأن الشعوب ترنو إلى مستقبل أفضل وإلى عدل يتحقق وإلى فجر يشرق من جديد. قديماً كان يقال في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا ما حزب المجتمع أمر يا خيل الله اركبي. هذا الشعار ينبغي أن يظل حياً وأن يكون مستمر. كلما أهمنا أمر قلنا يا خيل الله اركبي، فنخرج باحتجاج سلمي أو بمسيرة سلمية، نقف بكلام قوي وبموقف جدي ضد أي باطل. يا خيل الله اركبي، إن استدعى الأمر احتجاجا سلميا كان، وإن استدعى الأمر أعظم من ذلك كما فرض علينا المشروع الظلامي للحوث أن تتصدى له، تعز بأن تركب للجبهات وميدان خطوط النار الذي يأتي فيقتل إنسان بأي ذنب قتل، بأي ذنب اغتيل؟ من مبرر هذا الجريمة النكراء؟ من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. أين فقه هؤلاء المجرمين وهؤلاء الذين يسفكون الدماء أو يأمرون ويخططون؟ والأمر الثالث: أصحاب الكلمة، أرباب الكلمة،
الصنف الثالث أصحاب الكلمة، سواء كانوا في منبر مسجد أو كانوا في منصة إعلام، هؤلاء جميعا لا بد أن يكون لهم دور. إن معركتنا الإعلامية، الصنف الثالث هم أصحاب الكلمة، سواء المرشدين والخطباء أو الإعلاميين والصحفيين، هؤلاء لهم دور، هؤلاء لهم دور، وليقفوا متأملين. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ولكن تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وفي المقابل، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إن الكلمة لها أثرها وتأثيرها، إن الكلمة لها أثرها وتأثيرها، وإنها من الطاقات التي ينبغي أن تكون الكلمة منطلقة باتجاه الرصاصة التي تنطلق نحو العدو. أما أولئك الذين يختلقون معارك وهمية ومعارك استثنائية ويتناحرون تناحر الصبية، فإن هؤلاء لا يمثلون تعز ولا يمثلون المنهج السوي، كائنا من كان هذا الإنسان، في منبر مسجد أو في منصة إعلام، في شبكات التواصل الاجتماعي أو في الصحف. هؤلاء عليهم أن يكونوا جنبا إلى جنب مع الأبطال الذين يسطرون لتعز ولليمن الفجر القادم والمستقبل المشرق في خطوط النار. فينبغي أن تكون كل الطاقات والقدرات والإمكانات ضد العدو. أما التنابز بالألقاب والتناحر بالحروف بيننا البين، فإن هذا ضعف وخور، وأن هذا يحق لمن يقول أن هناك مندسين أو أنهم يحرضون ضد بعضنا، يحق للناس أن يقولوا هذا القول. إن للكلمة خطورة، إما أن تعليك درجات عليا كما في الحديث، أو تهوي بك في النار 70 خريفا كما في الحديث الصحيح، في معنى الحديث الصحيح. وآخرون ينتشرون في الأسواق يبلبلون ويحرضون وينشرون الإشاعات والدعايات خدمة مجانية للمشروع الظلامي للحوثي. لا، كل الطاقات، كل القدرات، كل الإمكانات، من الفرد حتى المجموع، ومن الإنسان العادي حتى مرورا بالمثقف والخطيب والعالم والمفكر وغيره، كلنا ينبغي أن نتجه نحو استكمال التحرير، وألا ننشغل بقضايا جانبية، وألا تعود قوانا تتآكل. هذه قضية صحيح أنها ما تزال محصورة وستظل محصورة، لأن الذين يوجهون الكلمات المنفلتة وغير المنضبطة مثلهم مثل من يوجه الرصاص السلاح المنفلت، سواء بسواء. كلامنا هنا ليس موجها لا لفئة ولا جهة، ولكن نقول هكذا: إن كل الطاقات الإعلامية والصحفية والمادية والرسمية والشعبية ينبغي أن تقف موقفا بطولي مثل ما يقف الأبطال في خطوط النار، وإلا فإن المسؤولية تعم الجميع في التقصير. إن حدث فلنتق الله عز وجل ولنمض في صف مرصوص. أقول هذا قولي هذا، وأصلي وأسلم على من بالصلاة والسلام عليه قديما، محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم تقبل شهداءنا واشف جرحانا وعجل علينا بالنصر والظفر والتمكين، واطلق معتقلينا ومختطفينا وأسرانا، إنك على كل شيء قدير. وأقم الصلاة.